أصلح من يصلي على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، روحي وأرواح العالمين لك الفداء. وقل الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والردا. يا سيد الشهداء غريب، يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل أناعي قتل الطف، لازلت ناعيا تهيج على طول الليالي البواكيا. اعد ذكرهم في كربلاء، إن ذكرهم طوى جزعا طي السجل فؤاديا. ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها، بعد رزايا تترك الدمع هاميا. ستنسى الكرى عيني كأن جفونها، حلفنا بمن تنعاه أن لا تلاقيا وتعطي الدموع المستهلات حقها. محاجر تبكي بالغوادي غواديا، وأعضاء مجد ما توزعت الضبا بتوزيعها إلا الندى والمعاليا. لئن فرقتها الحرب ولم تكن لتجمع حتى الحش إلا المخازيا. ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ للحق
الحشر وارية وقوف بنات الوحي عند طليقها بحال به يشجين حتى الأعادية وين اللي يعزي حيدر الكرار بحسين محزوز راسه واخوته يمه مطاعي بالشمس مطروحين ما حد وصل لهم وما حد تدنى من الخلق صلى عليهم أطفالهم صاروا أسارة يا وليهم وبيهم قوضا وللشام ناوي لو الشوف زينب واليتامى تنوح يمها يوما لفت ليها العدا وحرقة وخيمها ظلت تنخي ذيج أبوها وذيج عمها يا أهل الشيم حرقة وخيمنا والصياوي يحق لي لهيما بالبراري طول عمري والطم واقضي باللطم ليلي ونهاري أصبر وأشوف حسين دام النحر عاري بعد خذونا القوم مدري وين ناوي ترضى يا ابويا عيالكم ميسرة تروح ترضى يظل بالقاع دم حسين مسفوح بالرمح راسه والجسد بالشمس مطروح وزينب تنادي القوم وين اليدفن حسين محزوز راسه والطفل دامي بكترة يا ليت حز الشمر نحري قبل نحرة والخيل داست فوق صدري قبل صدرة ويا ليت أولى خطأت من عقب الميامين عريان شبكت فوق جسم السيوف ورماح وراس على راس الرماح مثل البدر لاح وشيب يتلاعب ويل قلبي فيه الارياح ويميل بيه الرماح يبري للنساوي ويلي عليها من لفات جسمه مبضع صارت بقلب تشب نار وعين تدمع وحياة راسك يا عزيز الروح مهجع واصبغ هدم الأحزان وابكي عليك الحين ظليت يوما بالضعن طواح الحادي شربي الدمع لفراقكم والنوح زادي يا حسين
يوم فراقكم ذواب فؤادي واجري نور العين دم دمع بالعهد ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب لتعجيل فرج المولى المهدي المنتظر روحي لمقدمي ترابه الفداء صلوا على محمد وآل محمد حينما هجمت الخيل والرجالة على مخيمات أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه ونادى المنادي أن احرقوا بيوت الظالمين فررنا بنات رسول الله في البيداء هذه تندب أباها وهذه تندب أخاها وهذه تندب عمها وهذه تنادي وحسينا من الأطفال من مات عطشا ومن الأطفال من مات تحت وطأة سنابك الخيول ومن الأطفال من تاه وأضل الطريق ومن هؤلاء ولدان صغيران يتيمان من أولاد مسلم ابن عقيل عليه السلام محمد وإبراهيم طاهر ومطهر الأكبر عمره 8 سنوات والأصغر 7 سنوات أخذا يمشيان على شاطئ الفرات وإذا برجل اعترض طريقهما من أتباع عبيد الله بن زياد فقال من أنتما فقال أو نقول ولنا الأمان فقال الشقي نعم فقال نحن ولدان يتيمان طريدان من أولاد مسلم ابن عقيل لقد انهزمنا من معسكر خالنا الحسين حينما هجمت الخيل والرجال فقال الشقي والله ما طلب الأمير غيركما فأخذهما إلى قصر الأمارة أخذهما إلى قصر الإمارة إلى عبيد الله ابن زياد فدخلا عليه فلم يسلما بالأمرة ولكن سلما بسلام العامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأنكر ابن زياد حاليهما فقال من أنتما ولماذا لم تسلما علي بالأمرة فقال لا نعرف أميرا سوى خالنا الحسين فقال من أنتما فقال أو نقول ولنا الأمان قال الشقي نعم فقال نحن ولدان يتيمان شريدان من أولاد مسلم ابن عقيل فالتفت إلى رجل يسمى مشكور السجان قال له كيف تجد نعمة الأمير عليك قال أجدها وافرة قال إذن خذ هذين الولدين
وضع في رجليهما القيد وفي يديهما السلاسل وضيق عليهما في المأكل والمشرب فلا تطعمهما من طيب الطعام ولا تسقهما من بارد الماء فأخذهما للسجن ووضع في رجليهما الخيط وفي يديهما وضيق عليهما في المطعم والمشرب كل يوم آخر النهار يأتيهما برغيف يابس من الحنطة أو الشعير وكوز من ماء حار فظلا في ذلك السجن سنة كاملة. نعم يعني اللي الأكبر اللي كان عمره 8 سنوات صار 9 سنوات والأصغر صار 8 سنوات غارت عيناهما في أم رأسيهما كل واحد منهما انتحل بدنه يتغير والكبير ما يستطيع على السجن كيف بالأطفال اللهم فك كل أسير إلى أن قال الأصغر للأكبر أخي نكاد أن نهلك في هذا السجن فلماذا لا نخبر مشكور السجان بحالنا بنسبنا لعله يرحمنا لعله يرأف بنا فقال يا أخي افعل ما شئت إلى أن في ذاك اليوم ذهب مشكور لحفلة زواج رجع في آخر الليل بقرص يابس خبز يابس وكوز من ماء حار فوضعهما بين يديهما فلم يأكلا ولم يشربا فقال له يا شيخ لقد جئت بنا إلى هذا السجن منذ عام ومن طيب الطعام لم تطعمنا ومن بارد الماء لم تسقنا انتحلت أبدان تغيرنا سنة كاملة القيد في رجلينا السلاسل في أيدينا أحببنا أن نعرفك بحالنا بحسبنا بنسبنا قال نعم فقال له يا شيخ أتعرف محمد المصطفى قال بلى هو نبي فقال وجدنا يا شيخ أتعرف علي المرتضى أتعرف فاطمة الزهراء أتعرف الحسن الحسين أتعرف مسلم بن عقيل غريب الكوفة قال بلى فقال نحن ولدان يتيمان طريدان شريدان من أولاد مسلم ابن عقيل غريب الكوفة لقد انهزمنا من معسكر خالنا الحسين حينما هجمت الخيل والرجال ونادى المنادي أن احرقوا بيوت الظالمين خفف علينا القيد وارحمنا يا سجان احنا من آل النبي وبينا الدهر خان مسلم أبونا والأهل كلهم سلاطين وجدنا علي صاحب البيعة وخالنا حسين
وذيك العشيرة صاحبيها صايح البين، وظلوا على حر الثرى وضاعت النسوة، واحنا انهزمنا وفرهدتنا هجمة الخيل بالبر، توهنا وعلينا هود الليل ولا درينا اش صار بالنسوة والعليل، يقولون جابوهم سبايا برض كوفة، قالهم شعبتوني وفت قلبي حكيكم صغار ويتام اشحال قلبكم عليكم من ايام يا بعد الاهل طبوا سبيكم فوق المطايا وخالكم راسه على سنا، بعيني شفت حرة على ظهر المطية ذوبت قلبي تنوح نوح الرعبية، وكل من نظرها قال هذه الخار جيه نوب انتحن ونوب انتباري الرضعة، ومريت علي ناقة بلا هودج ولا مهاد حرمة بظهرها من النواعي تفت الأكباد تنادي فجعني فقد أخوتي وفقد الأطفال راحوا أولادي وخايفة غيلة العدوى، ويا الحرم عاين تشاب مقيدينه جنا عليلو بالسلاسل باهضينه، كل ماي ون يوحش العالم بونينه جنا مريض من العلة الجسد نحلة، قل على وصفك هل مقيد بالزناجي هذا البقية من عشيرتنا البهالي واللي تحن وتباري النسوة والعلي، هاي الوديعة مخدرت فارس الفرسة واللي وراها فوق ناقة جر ونه وتنعى على الأولاد هاي الضايع عمنه، يا ليتنا بهالخبار لقشر ما سمعنا، ويا ليتنا نمنا ويا العشيرة بفرد ميدان. وقع على رجليهما يقبلهما ويقول وحيائي من رسول الله وحيائي من أمير المؤمنين وحيائي من الزهراء من الحسن من الحسين من مسلم ابن عقيل، ماذا أقول وقد حبستكما سنة كاملة وضيقت عليكما في المطعم والمشرب، قبلهما ضمهما جعلهما بطيب الطعام وبارد الماء، نعم أزال القيود من عليهما ثم فتح لهما باب السجن وقال امضيا إلى حيث شئتما، وأيضا كرامة لهما فتح أيضا السجن المقابل وقال كرامة لهذين اليتيمين اخرجوا جميعا
اذهبوا إلى أهليكم. هنالك خبر يقول بأنه هو سلم نفسه إلى عبيد الله ابن زياد. أكو خبر يقول لا، اعتقله عبيد الله ابن زياد. فقال له: لما أطلقت الولدين؟ قال له: أو تريد أن يكون رسول الله خصمي يوم القيامة؟ وهكذا جرى بينهما ما جرى، إلى أن قال للجند: أضربوه بالسياط حتى الموت ولا تسقوه الماء. وهكذا تاب إلى الله عز وجل وضعوه على النطع، فكلما طلب ماء ضربوه بالسياط إلى أن مضى شهيدا في سبيل الله. ونادى المنادي بعدما قال ابن زياد: من يأتيني بالولدين له جائزة 3000. فخرج الناس في البحث عنهما. أما بالنسبة إلى الولدين، أخذا يمشيان إلى أن التقيا بامرأة كبيرة مسنة. سبحان الله، مسلم ابن عقيل وقف على باب طوعة، ومحمد وإبراهيم طاهر ومطهر أيضا ضمتهما امرأة وجارتهما امرأة. وسبحان الله، ابن طوعة كان يبحث عن مسلم ابن عقيل، وابن هذه المرأة أيضا كان يبحث أيضا عن الولدين، يريد الجائزة. ضمتهما إلى صدريه إلى صدرها، وجاءت بهما للدار، قدمت لهما طيب الطعام وبارد الماء، إلى أن جاء ابنها مع غلامه وفرسه، فطرق الباب، قالت له أمه: ما الذي تريد؟ قال: إنني أبحث عن الولدين. فقالت له: إني سمعت أنهما ذهبا بجانب شاطئ الفرات، فاذهب للبحث عنهما. فقال: افتحي لا أم لك. وهكذا فتحت الباب، ويقولون بأنه في تلك الليلة أطفأت أمه السراج حتى ينام زوجته، كذلك نامت. رأى الطعام فتناوم أهل بيته ولكنه سمع أنين وبكاء، فقام الشقي قال: أين المقدحة؟ فقال زوجته: لا علم لي بها. إلى أن قام الشقي وأخذ المقدحة، ثم أخذ يبحث، إلى أن دخل عليهما في الحجرة، وإذا بالأكبر قد ضم الأصغر خائفين وجلين مرعوبين. فقال: من أنتما؟ فقال: ونقول ولنا الأمان؟ قال الشقي: نعم. فقال: نحن ولدان يتيمان شريدان طريدان من أولاد مسلم ابن عقيل، قد أجارتنا هذه المرأة. فلطم الأكبر على وجهه وأكبه، ورفس الأصغر في خاصرته، وقال: أتعبت نفسي وغلامي وفرسي وأنتما في داري. وأخرجهما إلى صحن الدار، ربطهما بالحبل، قيدهما بالحبل. فجاءت أمه تعظه زوجته، قالت له أمه: هذا عقدي من ذهب، خذه 5000. قال: لا، لا أريد، أريد الجائزة. وعظته، أنذرته: لا يكون خصمك رسول الله يوم القيامة. ولكنه لم يتراجع، لم يتردد. وهكذا إلى أن أشرقت الشمس، جاء بالولدين إلى جنب شاطئ الفرات، فقال لغلامه: خذ هذين الولدين وافصل بين رأسيهما وجسديهما. فأخذهما فعرفاه بنفسيهما، فرمى السيف، فقال الشقي: عصيتني؟ قال: عصيت مولاي الصغير وأطعت مولاي الكبير، لا يكون خصمي رسول الله يوم القيامة. فقال لي ولده زهير:
زهير خذ هذين الولدين واقطع رأسيهما. فأخذهما فعرفاه بنفسيهما فرمى السيف وقال لا يكون رسول الله خصمي يوم القيامة. وهكذا إلى أن جاء الشقي بنفسه وقال أنا من أقطع رأسيكما. فأقبلت إليه أمه فضربها، أقبلت إليه زوجته أقعدها على الأرض، أقبل الغلام يريد أن يمنعه قبض على لحيته فضربه بالسيف فأطن يده، أقبل ابنه زهير يدافع عن الولدين فضربه بالسيف وسقط صريعا. وهكذا أخذ الغلامين، أخذ اليتيمين الصغيرين، فقال له لماذا تريد قتلنا؟ ألا تعرفنا؟ قال بلى أريد الجائزة. فقال له خذنا حيين لابن زياد لعله يكون أرأف وأرحم بنا منك. قال لا بد من قتلكما. فقال له بعنا في السوق فإننا نجيد الكتاب والقراءة. فقال لا بد من قتلكما. فقال له دعنا نصلي لربنا. فتوضأ من شاطئ الفرات وقام كل منهما يصلي ركعتين وسلما على أبي عبد الله الحسين. وإذا بالأكبر قد احتضن الأصغر وهو ينادي وأخاه وأبتاه ومسلما. أقبل الشقي آجركم الله وإذا كل منهما قد تمسك بأخيه ويقول اقتلني أولا لا طاقة لي أن أنظر أخي متشحطا بدمه. فلطم الأكبر على وجهه وأكبه على الأرض ومسلما. أخذ الأصغر وضعه على الأرض أجركم الله، وضع السيف في منحره وقطع أوداجه وهو ينادي وحسيناه وأبتاه ومسلما. ألقى الأكبر بنفسه على منحر أخيه، خضب يديه وخضب رأسه ووجهه وقال هكذا ألقى خالي الحسين. ووالدي مسلم ومسلمه وغربته. بينما هو كذلك إذ ضربه بالسيف على المنحر فما أزال السيف إلا حينما فرق بين رأسه وبدنه وحسيناه ومسلمه. خر على عضيدي وادعى ولدمع من الثرى ذاب قلبه من نظر له يضطرب فوق الثرى جذب حسرة بثر حسرة والصدر فوق الصدر يشعب قلي بالين نظرة والنتات في الصخة صاحبيه دعت الله وانا خويا على الاثر ينشعب قال بمن عاين هلا وداجي مهبره والرجس ما لا انقلبه ولا رحم منه الحه
شهر سيفة وقطع راسة وعفر فوق الرمة والعجوز صيح نشبي لي عليكم يا لطفة والدتكم ريتها تعاين جثثكم بالعارة جبتكم يا ولاد عندي وظنتي عندي نجا وصرت يا ولادي سببكم وجلبتكم للماما روسكم راحت هدية والجثث وسط الفورة موتكم ناح حل ترى عظامي وقلبي فطرة خالكم مذبوح وامكم ركبوها على الهزة والابو مسلم عقب ذبحة يجرون بحبل والمدينة من العشيرة مقفرة وخالي النزل غلقوا ذيك المنازل والابواب مغبرة ذاب قلبكم عليكم ذابها تبكي وتنوح راح اولادي بهالبر في طلبهم من يروح ريتني بس فارقوني من الجسد تطلع الروح بهالفضاء فرونا من غير وآل محيرة أذيتا ما كنت تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي بنسائي يا الله اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه اللهم اغني كل فقير واشبع كل جائع واكسو كل عريان واقضي دينه كل مدين واشفي